ما هي أهم الجهود التي كانت بارزة خلال الفترة الماضية مع أزمة كورونا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. الله يحييك. الحقيقه كنت يعني مجهز مقدمه، بس بعد مقدمتكم ما شاء الله تبارك الله ذات اللغه الرفيعه والجميله والرائعه، يعني ما بعد مقدمه، فالله يعطيكم العافيه. شكرا لكم، اتحتم الفرصه لنا نتحدث عن جهود الطيران المدني في قناتكم. الله يحييك. قناه المجد. الحقيقه الهيئه العامه للطيران المدني مثلها مثل كل قطاعات المملكة واجهت هذه الجائحة بجهود كبيرة وبتعاضد وبتشارك الحقيقة. وهنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة قبل أن نبدأ بجهود الهيئة العامة للطيران المدني. هذه الجائحة أفرزت أو ولدت نمط جديد من العمل، وهو العمل المشترك ما بين الوزارات والجهات والمؤسسات والقطاعات. هذا العمل حقيقة رائع تشاركي أدى ثماره إلى ما نشاهده اليوم الحمد لله، يعني بالمستوى الأدنى على الأقل من هذه الجائحة. على مستوى الطيران المدني الهيئة بدأت منذ وقت مبكر حقيقة في هذا الأمر، حتى قبل إعلان المنظمات الدولية متخصصة بهذا الموضوع، لأننا كنا نراقب الوضع في المطارات، وتعلمون أن المطارات هي أماكن حساسة وأماكن يعني تكاد تكون نسيج يومي لبعض الناس لبعض الأفراد. بالتالي كانت محط أنظار الهيئة العامة للطيران المدني واهتمامها، ننظر نراقب نتابع المطارات والطائرات، يعني هي وسيلة نقل تعتبر آمنة، فبالتالي هذه الأمان أتى من معايير مراقبة ومن معايير المتابعة والرصد والتحليل لكل الظواهر، ليس فقط للجوائح المرضية إنما الجوائح الجوية، وكذلك المشاكل الفنية التي تتعلق بالطائرات أو حتى السلامة المتعلقة داخل المطارات. فبالتالي هناك مؤشرات بدأت منذ بداية الأزمة، تعاملت مع الهيئة العامة للطيران المدني الحقيقة بكل حذر، وبدأنا منذ وقت مبكر في وضع المعايير الصحية اللازمة من وزارة الصحة في جميع الرحلات الدولية التي أعلن بدايات انتشار هذا الفيروس. تعاملنا حقيقة مع عدة دول في البداية، تذكرون في كم دولة أعلن عنها انتشار هذا الفيروس، لم يوصف كوباء على مستوى منظمة الصحة العالمية، ولكنه وصف كداء منتشر أو بدأ ينتشر في أنحاء العالم، ومن ضمنها ثلاث دول. هذه الثلاث دول وضعت لها مسارات معينة، وضع لها إجراءات معينة. هذا في البداية. نعم في البدايات، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 3 أشهر تقريبا. صحيح. وشكلت فرق عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الخصوص، كيف نتعامل مع هذا الوباء القادم. نريد أن لا يكون المطار أو الطائرة نافذة لدخول هذا الفيروس لا سمح الله، لأن يعتبر في أوقات الجائحة تعتبر المطارات والطائرات للأسف بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الفيروسات. بدأت وتيرة الإجراءات الاحترازية والوقائية في التصاعد بالنظر إلى مؤشرين، مؤشر دولي وهو قراءات العالم لهذا الفيروس وانتشاره على مستوى العالم، المؤشر الثاني قراءات وزارة الصحة والمتخصصين في المملكة العربية السعودية حول الفيروس داخل المملكة. لم يكن هناك الحمد لله انتشار في ذلك الوقت أبدا، حتى لم يذكر هناك أي حالة، ولكن رغم ذلك وضعنا معايير تزداد بحسب المؤشرات التي تعطى لنا من استباقية. نعم استباقية ولله الحمد لله ما شاء الله. نعم وصولا طبعا إلى مرحلة إغلاق الرحلات الدولية تذكرون ما شاء الله.